عايزين بقى ندخل في الموضوع على طول، ولكن اسمحوا لنا في البدايه نقف عند تفصيله صغيره، لان احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن النادي الاهلي بنتكلم عن النادي الاهلي ككيان كبير. في ناس ممكن تقول لك يا عم ده كلام، لا ده مش كلام، ده تاريخ، دي مواقف كتيرة جدا دايما بيبقى النادي الاهلي حاضر فيها وبقوة، وعادة ما بيسيب بموجبها وبناء عليها انطباع اكتر من رائع عند الطرف الثاني، ايا كان مين الطرف يعني الطرف الثاني في هذه المعادلة. روح رياضية حاضرة بقوة، اخوة كبيرة بتجمع النادي الاهلي بكل الاندية المختلفة في مصر. الخبر اللي معانا واللي عايزين نبتدي مع حضراتكم بيه بيتكلم عن موافقه مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه على طلب النادي الاهلي، واسمح يعني لو تسمحوا لنا نحط على طلب النادي الاهلي دي بين قوسين. الطلب الاهلاوي كان بخصوص منح بطوله كاس السوبر لموسم 2021 2022 الى نادي الاتحاد السكندري. مجلس إدارة الاتحاد السلة تلقى خطاب من النادي الأهلي بيفيد بتنازله عن أي حقوق في هذه البطولة وإبداء رغبته في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر. أشار النادي الأهلي في هذا الخطاب إلى أن قراره بيأتي تقديرا لجماهير نادي الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة على خلفية سقوط حاملة كاميرات البث أثناء الربع الثالث من اللقاء اللي طبعا زي ما أكيد حضراتكم تابعتوا وشفتوه أقيم يوم 24 من ديسمبر الماضي. بالفعل وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على طلب النادي الأهلي، وكمان أشاد بمبادرة النادي الأهلي اللي بتعكس معاني الروح الرياضية بين جميع الأندية المصرية. من هنا بالتالي تقدم الاتحاد المصري لكرة السلة وكمان النادي الأهلي بتهنئة نادي الاتحاد السكندري بمناسبة تتويجه بهذا اللقب. حاجة محترمة جدا طبعا. وخلينا نقرا مع بعض نص البيان، خليني اقول لحضراتكم بالظبط نص بيان كمان النادي الاهلي. هو قال كده تحديدا: النادي الاهلي ومجلس ادارته يهديكم ارق تحياته وتمنياته لاتحادكم الموقر بدوام التوفيق ولخدمة لعبة كرة السلة المصرية بمناسبة الاحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري يوم 24 ديسمبر الماضي. يعني خليني برضو اكمل، سقوط هنا للأسف طبعا الحادثة دي كلنا فاكرينها كريم. طبعا السقوط اللي حصل فيها لحاملة كاميرات البث على الجماهير وترتب على ذلك عدم اكتمال المباراة. يطيب لنا التعبير عن سعادتنا بشفاء المصابين من جماهير نادي الاتحاد الشقيق وعودتهم إلى أسرهم، وانطلاقا من الروابط التاريخية بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد والعلاقة بين الناديين الكبيرين التي كانت وستظل دوما أكبر من أي بطولة، ننهي إلى سيادتكم قرار مجلس إدارة الأهلي بالتنازل عن أي حقوق للنادي نادي في هذه البطولة ورغبتنا في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة السوبر تقديرا لجماهيره التي تألمت في هذا اليوم وفريقها الذي كان متفوقا بعدد من النقاط ولم يكن يتبقى من زمن المباراة سوى فترة واحدة. وبعيدا عن أي تفاصيل تخص الجوانب الفنية والنتيجة، فإن النادي الأهلي يبارك تتويج نادي الاتحاد بهذه البطولة وإسعاد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة والتي ترتبط مع جماهير الأهلي بروابط وثوابت بتعكس القيم السامية للرياضة. خطاب في منتهى الاحترام الكريم بصراحة. مش أي حد يعمل ده. اللي احنا عايزين نقوله مش أي حد يقدر أو عنده القدرة إن هو يعمل ده أبدا. فشابو، حاجة محترمة جدا. كان طبعا انتوا حضراتكم انت كمان عارف إن المفروض المباراة كانت هتعاد يعني بسبب الأحداث، لكن النادي الأهلي رأى وترأى لي إنه من الأفضل إن هو يتنازل عن البطولة للاتحاد السكندري وللجماهير كمان الخاصة به الاتحاد السكندري للفنيات والحاجات اللي حصلت وكمان الإصابات والمشاهد اللي كانت مأساوية طبعا للجماهير بتاعة الاتحاد. فموقف تاني هنرجع نقول نبيل ومش أي حد يعمله أكيد، عشان الكبير بيكون دايما كبير بأفعاله وبمواقفه ومبادئه بمواقفه حاجات كتير قوي الحقيقة بتخلي الكيان ده، أنا هوند، كيان استثنائي على مر العصور. طول عمر النادي الأهلي من تاريخ إنشائه إلى هذه اللحظة اللي احنا مع حضراتكم فيها، طول عمره فعلا كيان بيثبت كل يوم والتاني وبما لا يدع أي مجال للشك إن احنا بنتكلم على كيان محترم بالمعنى الحرفي. مواقف كبيرة تتماشى مع يعني قيمة وتاريخ وحاجات كتير قوي حلوة مرتبطة بهذا الكيان المحترم. كل التحية وكل التقدير وكل الشكر أكيد، وطبعا اللفتة الإنسانية الجميلة المحترمة اللي حصلت دي بتوري حضراتكم إلى أي درجة كمان في روح محبة سائدة ما بين النادي الأهلي وكل يعني الفرق الرياضية المختلفة الحقيقة.